عشان تعرف يا منسي ان ارمط لحم مر. ايوه يا رايد باشا، انا رصدت لك مكالمتين للقرموطي بيتكلموا عن واحده مخطوفه في مخزن في الملوطيه. تمام تمام. لا هو حاليا في بيته في سقار. ابعت لي بقى عنوان بيته وعنوان المخزن على الواتساب. مع السلامه. عندك يا رموتي، ده مسدس على فكرة. ايه ده سعادة الباشا، انت عرفت طريقي منين؟ ابوس ايديك اهدى عليا سعادة، اذا كان على عربيتك واقسم بالله العلي العظيم انا هصلحها لك. انا لسه خارج من مسبحة من عند منسي وفي ناس مخطوفة دلوقتي، العصابة هتقتلهم وهتشوف ايام سودة. سيبنا الحقهم. ابوس ايديك يا باشا. وايه الشنطة دي؟ الشنطة دي فيها الفلوس اللي هي بتاعت الكاميرا اللي هي عليها الجريمة. جريمة ايه؟ لا ده موضوع كبير قوي. بص يا سعادة الباشا، في تليفون هنا حضرتك بالطريق كده. انا عايز النمره ديت تعرف لي مكانها فين عشان نلاقي المكان ده اللي مخطوفه فيه غدا وعمر. وما تسالنيش بقى مين غدا وعمر، لا تكون العصابه قتلتهم. مين غدا وعمر؟ لا زمانها قتلتهم دلوقتي. ساتر عميد، اسفل ازعاج يا فندم، معاك المقدم رائد. هو في بس سعادتك طفل مخطوف في مخزن الاشموني في مرتين. ما انا بتحرك بسرعه يا فندم. أوامر سعادتك، أوامر سعادتك يا فندم. الحمد لله على السلامة يا غادة، قلقتينا عليك. غادة الحمد لله على السلامة، هربتي ازاي؟ يلا يا جماعة شوية الرقة. يلا يا جماعة. غادة غادة، الكاميرا فين؟ الكاميرا مش معايا. الحمد لله. يعني ايه؟ يعني ايه مش معاك؟ مش انت اللي يهمك ان الحلقه تطلع على الهوا؟ انا جاهزه. جاهزه؟ انا مش جاهز. تطلع على الهوا تقول ايه؟ هنتكلم عن الناس من غير دليل. الكاميرا فين؟ هو ده المكان اللي قرموطي؟ متهيألي احنا مش عدينا اربع مطبات، هو متهيألي بعد اربع مطبات، متهيألي هو ده المكان. اديني معلومة مؤكدة. معلومة متهيألي هو ان شاء الله. هو ها؟ ايوه. استعمل عشرة بالله. انت بتعمل ايه؟ مش ده الاقتحام اللي بيقلعوا له؟ سيبني اتصرف يا قرموطي. يعني اهلا تطني لابس عادي. ايوه سيبني. ايه في حاجة يا باشا بتعمل ايه؟ بفكر ازاي اخش. هنخش ازاي؟ هنخش بالقفز زي فيلم الهلفوت لما عادل امام نط على صلاح قابيل، واخد بالك، وراح مرفعه بسرعه. انت بتعمل ايه؟ لا بنقول لك يعني ازاي الطريق. حاضر، انت اتفضل، انت شوف هتعمل ايه. الصلاه على النبي. اوبا، استنى من الاشاره. استنى من الاشاره. دخلنا في الجد. السلم على الشباك. هو بيقول متعصبني. خد بالك انا معيش بطاريه زيهم. امشي يا رموطي.
اجي لك معاك طلقات كفايه. شويه اهدى شويه. هفرغ المسدس ده في نافوخك واولع المكان زي ما نور الشريف عمل في فيلم دايره الانتقام. هات المسمار اللي معاك. هات المسمار. هات المسمار. بس اتحرك قدامي. وقعت يا مجرم. بس بس عشان تبقى تعمل لي رئيس عصابه اهو اتقبض عليك زي ما محمد رمضان بيتقبض عليه في كل افلامه. اقبض عليا اقبض عليا وخلصني. لا ما تقلقش هتقبض عليك. تعال اتفضل يا عمرو. عمرو يا ماما تزعق عليه. يا ماما انت فين يا ضي عمرو؟ انا هنا يا مرموش. حبيبي حبيبي يا عمرو. حد جه جنبك؟ حد اذاك؟ لا انا عايز اروح لماما. هنروح لها دلوقتي. هنروح لها. يلا تعال. والله انت الوحيد اللي شايف شغلك في المحطه دي عبقرين. وقف الرشه عشان الحساسيه. بقول لك يا غدا، المونتير بيسالني عن الحاجات اللي على الكاميرا اللي احنا هنزاحها على الناس. اقول ايه للاخ المونتير واحنا مش معانا الكاميرا اصلا؟ ارجوك سيبني يا استاذ اسر، انا هتصرف. يلا يا باشا بسرعه، جبت الكاميرا اللي عليها المشاكل. انا خايف بس ما نلحقهاش الا البرنامج قرب يبتدي. يلا بسرعه يلا بسرعه، ان احنا كده هو انت ما تفصلش يا رموتي. ما تسكت بقى. ما تزعلش مني. لا حد يزعل منك يا سياده المقدم رائد اركان حرب. يلا يا استاذه غاده، خمس ثواني ونطلع هوا. 5 4 3 2 هوا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كشف المستور. اكيد كلكم شفتوا البرومو، واكيد كلكم مستنيين تعرفوا موضوع زراعه الاثار اليهوديه داخل المقابر الفرعونيه. عمو هي ماما في البيت ولا فين؟ ماما في الشغل، قلت لك 100 مرة، اسكت بقى شوية يا عمرو. ما تزعلش مني. في الحقيقة ما فيش أي حاجة من دي حصل. إن كل الكلام ده كذب في كذب. وإن أنا كنت بحاول أعمل بروباجندا إعلامية عشان برنامجي يتميز عن البرامج التانية. وده كان على حساب اللي حواليا وحساب القناة اللي أنا بشتغل فيها. وعلى حساب ميثاق الشرف الإعلامي اللي أنا تعهدت بيه يوم من الأيام. ايه اللي بتقوله غاده ده؟ انا غاده ده خراب بيوت. بعترف لكل الناس على الهوا ان انا كدابه، وان انا موجت ضميري الاعلامي مقابل الشهره والبروباجندا الكدابه. انت مين؟ تعالى يا عمرو. تعالى يا عمرو بسرعه بسرعة يا عمرو. لا 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 لا، رايح فين؟ هي وكالة من غير بواب. أنا داخل أقابل ست غادة الغنيمي في برنامج كشف المستور، وأي عرقلة منك هتتحمل المسؤولية كاملة أمام محاكم لاهاي في هولندا. أنا بقولها لك أهو. تليفوني طبعا حضرتك. وده وقت الضرورة. حد عايزك ضروري. فين الأهل؟ أيوة. إيه؟ أهلا يا أستاذ قرموطي. أهلا وسهلا. أنا القرموطي. أنا القرموطي. أهلا وسهلا. أهلا بيك. نتعرف على حضرتك. انا اسر مدير المحطه. قطر سيدي جابر هيوصل الساعه كام؟ جابر ايه ده؟ مدير محطه التلفزيون. ما انا معلش انا مروش ودماغي مش فيا خالص، فلما بسمع محطه بحس ان انا في محطه مصر. ايوه في حضرتك الاستاذ جابر. اسر اسر. لا ده شكلي مش اسر خالص. حملات دي ما تمشيش على اسر، دي حملات ما يلبسهاش غير جابر. انا مستلفها من جابر فعلا. الله. المهم هي دي الكاميرا. ايوه دي الكاميرا يا باشا. لا الكاميرا دي لازم اوصلها يدا بيد كده للست غاده الغنيمي شخصيا، وعشان معايا ابنها. الواد كان مخطوف، والا هتتحمل المسؤوليه كامله امام محكمه الاسره في ستوكهولم. انا بقول لك الموضوع كبر قوي. طب تعالوا ورايا. اتفضل حضرتك اتفضل. بس هو مفيش ولا كلمه. مش هتكلمش. انا اول مره اخش استوديو. انا مولود في استوديو. اكيد كل حضراتكم قاعدين قدام التلفزيون مستنيين تشوفوا الادله، بس في الحقيقه بقى ان انا ما عنديش اي دليل.
وزي ما قلت لكم في بدايه الحلقه ان انا كدبت عليكم. لا انت ما كدبتيش يا ست غاده. معلش يا عم جابر. لا ما كدبتيش. لا ما تقوليش على نفسك كدابه. الست غاده زي القطنه ما بتكدبش. انا اللي هقول لكم على الحقيقه يا فندم. هي انو كاميرا اللي شغاله عشان اتكلم قصادها؟ اهلا وسهلا. الست غاده ما كدبتش يا جماعه. الست غاده كان مضغوط عليها انها تقول الكلام اللي قالته دلوقتي عشان كانت مخطوفه وابنها كان مخطوف وكانت خايفه عليه. كانت مصوره جريمه على ناس عايزين يسرقوا أرضنا زي ما قبل كده حبوا يسرقوا أرضنا. اطمنى يا ست غادة. ابنك في حضنك اهو. قول الحقيقة. قول اللي مصوراه على الكاميرا. قوليه قدام الناس كلها. الناس اللي انت خايفة منهم وكانوا مجبرينك على انك تكذبي اتقبض عليهم. قبضت عليهم انا والرائد مقدم. المقدم رائد دلوقتي وان شاء الله في طريقهم الى السجن باذن الله. اتفضل. والجريمة موجودة على الكاميرا ديت. عايزة تزعيها بقى خدي بقى. مين اللي هياخد مني الكاميرا يا جماعة؟ علشان يزعي الجريمة اللي موجودة. لا مؤاخذة يا أستاذ جابر الراجل ده تبعكم؟ ده. معلش عشان أنا بقيت شاكك في كل الناس. معلش اتفضل. خلي بالك من الكاميرا دي كان هيضيع فيها عمر. ده القرموطي اللي أول ما شفته خدت فكرة عنه إن هو طماع وجشع ما بيهموش غير الفلوس. بس في الحقيقة بقى أثبت لي إنه فعلا مصري أصيل بيبان معدن وقت الشدة وإنه ممكن يضحي بحياته بدون أي مقابل. شكل كده اتثبت والنسبة ضاعت. تقول حاجة بهلفت معنا لما النسبة بتضيع تحصل لي كرشة نفس. لو جاهزين اتفضلوا زي الفيديو. واضح ان انت ما تعرفناش كويس. شوف بقى انت لو عايز تخلص مني هتروح في 60 داهية لان انا قلت على كل حاجة. وده كلام برضو. واحنا معقول نعمل معاك حاجة برضو؟ شكرا. كل الحكاية يا حبيبي ان انت أثناء عملك وتأدية وظيفتك في مكان عملك وقعت عليك صخرة. وبعد ما شفت الفيديو والجريمة البشعة اللي كانت فيه والمؤامرات اللي كانت مدبرة ضد البلد ولولا القرموطي ما كانش هيكون معانا أي دليل عشان نعرضه لكم النهاردة. وفي الحقيقة أنا من خلال برنامج كشف المستور أحب أشكره إنه قدر ينقذني وينقذ حياة ابني. العالم كله سمعك. تحب تقول إيه؟ نعم. أقول إيه لمين؟ مش فاهم. للعالم. للعالم كله. أقول للعالم كله أنا المصري. I am Egyptian. I am Egyptian والأرض أرضي وفضلت عايش بسيط ومرضي وكفيني إني إيجيبشياني. إيجيبشياني صاين كياني. وقلت لو لم أكن إيجيبشن لأتمنى أن أكون إيجيبشن. كنوع من انكار الذات عشان ما بقاش انا لوحدي يعني لابد ان اذكر مجهود الاخرين. يعني بوجه الشكر برضه للست مريم بتاعه ضيعت الكاميرا قرموط اللي كانت على اذنها كده على طول لانها اتبهدلت بصراحه. وبرضه بوجه الشكر لسياده المقدم رائد اللي انا مش عارف له رتبه لحد دلوقتي بس الراجل ده برضه قام باللي عليه وعمل الواجب وزياده غير ان انا يا عيني خدت عربيته فرمتها له. عربيته اتفرمت يا ست هاني. ما تقلقش يا قرموطي القناه هتعوضه وتجيب له عربيه جديده. طب بالنسبة للعبد لله هتعوضوني ازاي؟ عن ايه يا قرموطي؟ في 300 ألف جنيه اتاخدوا مني بتوع الكاميرا اهو في الشنطة اهو مع الست المقدم رائد يعني اخدهم وقال لي بعد البرنامج هنروح نقفل المحضر. 350 ألف كانوا بين ايديا كده بقى لعلط اتاخدوا مني يعني. ما تقلقش القناة برضه هتعوضك باللي انت عايزه. الله يكرم. طلب صغير بقى ومش هتكلم بعد كده. اتفضل. رخصة مرشد سياحي. تعالوا بقى عشان هقول لكم كلام ما حدش قاله لكم قبل كده. الاهرامات ديت ما هياش مقابر فرعونيه زي ما فهموكم.